خدمه غزاله كنا ايه بي ماي حكينا كثير انا وصل لي كثير كمان ما بيعرفوا مني فيجن سو كثير انبسطوا نحن كنا منا فيجن اب تو سيرتن بوينت لما بنصير نعرف اكثر ساعتها ممكن نغير ساعتها صحيح ما هو كله it depends on واحد بياخذ الانفورميشن اند ذن كله بياثر على الشخص شو بيعمل بالانفورميشن صح بكلمتين خلينا بس نعرف عنها عنك وعن لبنانيز فيجنز انت شو بتعمل وشو لبنانيز فيجنز هلا انتم موجودين على السوشيال ميديا صحيح انا بتبعكم وبتصور في عندكم كمان كوميونيتي كبيره وعم تكبر من المتتبعين صح. بس اول شيء بس بركي بنعرف عنك شخصيا بكلمتين جورج حايك اونر اوف حايك هوسبيتال بسن الفيل حج دابيت وفاوندر ليبانيز فيجنز صرنا عن السوشيال ميديا اكثر من 8 سنين بلشنا بفيسبوك وبعدين انتقلنا كمان على انستغرام الكوميونتي عم تكبر لانه الاكسبوجر عم بيزيد ولانه بطلنا عايشين بمرحله بس عندنا سورس وحده للانفورميشن صار عندك انفورميشن تاني اللي انت فيك تفوت و وان كليك اواي تاخد كل المعلومات اللي بتريدها من حيال لموضوع اللي بتحب تشاركه يلي بعد ما بيعرف خلينا نروح تدريجيا انا الاسئله في محضرين كم سؤال بس خلينا نروح تدريجيا بركي في اللبناني بركي لهلا ما بيعرف شو يعني فيجن صحيح بركي بنفسر لهم كمان بكلمات الهينه شو يعني فيجن واذا فيها ادفانتجز اما ديس ادفانتجز صحيح اول شيء لازم نعرفه الفيجن انه اتس نوت ا دايت منه نظام غذائي انا بينما هو نظام حياه يلي بيتضمن تجرب تعيش حياتك بقدر مستطاع توفر عذاب للحيوانات خاصة لما بيكون هالعذاب مش مبرر يعني إذا فيك تعيش بطريقة منيحة بلا ما تسبب ضرر وأذى وقتل للحيوانات لازم على طول تختار الأوبشن الأقل ضرر بطبيعة الحال دونك هيدي إذا بدك بكلمتين شو يعني فيجن إذا بدك فوت أكثر بالتفاصيل بنفوت بنظام الغذائي الفيجن اللي هو مكون من نظام غذائي نباتي مبني على النبات واذا بدنا نوسع شوي اكثر من نظام غذائي عم نحكي حتى بالتياب اللي بنلبسها من ما بنشري جلد ما بنشري فورير وكل شيء بيجي من الحيوانات خاصه كمان البرودويات اللي فينا نشتريه من السوبر ماركت إذا برودوي ما عمله تيستينج على الحيوان كمان ما بنشتريه سو فيجن منه بس طريقة أكل أبداً طريقة ما هي حياة. طريقة حياة it's a lifestyle it's a lifestyle وزيد عن هيك مثلاً ما منشجع we do not support zoo مثلاً لأنه منعتبره zoo هو it's a prison for the animals يلي عم تخدم من ال natural habitat تبعهم بأبشع طريقة ممكنة وهالأمور هيدي نفس الشيء للدولفيناريومز الدوفان محله مش بهالبسان الصغير بينما هو محله بالبحر it's not animal entertainment zoo dolphinariums سيرك يلي بيكون فيه حيوانات نحن ما منشجعه كمان لأنه it's not animal entertainment it's animal cruelty عم بلاحظ كمان أكيد اللي بيتابع كمان شو عم بيصير بالعالم أنه الفيجنز إذا بدك كميونيتي أما كعالم عم بيعيشوا تحت هالليبل إذا بدك أو فيجنز عم بيزيد بدنا أما لا إذا منشوف بتكون عم نسمع أكثر وأكثر عم نسمع أكثر وأكثر العالم عم بتكون أوير أكثر وأكثر والعالم يعني كمان عم بيعيشوا حسب التقاليد الفيجن إذا بدك أما حسب الدايت تبع الفيجن اللي ما بيكون عم بيكل شيء خصوصا بالحيوان كمان عم بيزيد بلبنان كمان هذا الشيء صح عم بيزيد وين ما كان جون وخاصة كمان بلبنان ما تنسى انه نحن اكلنا اللبناني اكثر من 70-80% منه هو naturally born by default vegan يعني بتروح على حيالها مطعم عربي بتفتح المنيو عندك اكثر من 80% من الايتمز يلي فيك تطلبها هي vegan دونك مجدرة حمص تبل ورق عنب دونك كل هول متوفرين بحيالها مطعم يعني حتى ما لازم تفتش على مطعم فيجن تاكل فيجن بتروح حيالة مطعم عربي بتطلب حمص وتبولة كل الأمور وبتاكل بطريقة كتير صحية وما بتلاقي أي difficulty إنه تاكل فيجن فتكون فيجن بلبنان it's easy هينة وما بيطلب كتير هيك تعمل رشاش وين معقول تاكل أما شو تاكل أو هالأمور هيدا دونك هيدا بتسهل كمان للناس إنه يتبعوا نظام الفيجن
وهيدي من ميلي ميلي كينيا اكيد عم يفتح هلا 100% وليش هالشيء لانه بنفس الوقت ان باراليل عم بيكون في اكسبوجر اذا بدك لهالاندستريز ان كان اللحمه او البيض او الديري اندستريز عم بيفرجوك الوجه الثاني تبع هول الاندستريز اللي هو الوجه الصحيح يعني بس تفتح المينستريم ميديا بتشوف بقره عم تركض بالحقل عم تغني عم ترقص انه هذا مش صحيح يعني والمشكل جون انه لما بنشوف هيك شيء بنضحك مثل ما هلا عم نضحك بس هالشيء ما بيزعجنا واتس نوت اوفنسيف بينما لما نفرجي نحن على صفحتنا مزبوط هالبقره شو عم يصير فيها بنزعج هذا الشيء انتم اللي اصلا مميزين فيه نعم. بصفحتكم صحيح انتم بتبرزوا اذا بدك العذاب اللي عم بيسبب فيه يعني نحن اذا بدك جون اللي بنعمله بصفحتنا هي انه عم حتى الحقيقة من حتى الحقيقة لهالناس هي تقرر ساعتها اذا هالشيء بيشبهها او لا تتقرر اذا شقة الستيك اللي طلبوها بالمطعم اللي اجت بطريقة كتير هيك حلوة محطوطة مع فريت حدا وكان بروكولي حدا هل هي مزبوط انسنت مثل ما نحن فينا نتخيل لا نحن منفرجي البروسيس تبع هالشقة اللحمة كيف توصلت على هالمطعم الحلو مع الميوزيك الكلاسيك الحلوة مع الناس اللي بتحكي فرنساوي وما شابه زيلك دونك هذا في لبنان ايه ما تقول لك هالشيء هذا دونك لا منفرجي مزبوط هالشيء بعدين it's up to the receiver انه انا عم فرجيك جون فرجيتك بالضبط هالشقة اللحمة الستيك عم تاكلها كيف وصلت هلا انت شو بتعمل بهالمعلومه اتس اب تو يو ما فينا انا اجبرك انه اضربك على ايدك ما تاكل لحمه انت اذا اخلاقياتك بيقولوا لك انه لا انا هالشيء ما بيشبهني انا زلمه غير عنفه وانا بدعي انه انا زلمه بيسفول وبحب الحياه طيب كيف فيك تكون تدعي انك انت غير عنفه ويلي عم تستهلكه مينيموم 3 مرات بالنهار وماشي الا عنف دونك في كونتراديكسيون محل ما هون بيصير فيها الوعي ومن ساعتها رح تقدر to align your beliefs with your actions يعني انت اذا بتعتقد انه انت زلمة غير عنفي ساعتها بتعيش بطريقة غير عنفية as well انا رح اجرب هلا قد ما فيي اكيد انا ماني هون لحتى اعمل لك معارضة للافكار بس مثل ما بقولوا الفرنساوي فيغ لافوكاد دي قبل وقت هلا اكيد في البيج ستري يلي هي 100% بتكون مثل ما انت عم بتقول يلي هي بركي اكيد بلا بفوت بالتفاصيل بس انه بركي هدول الصور اللي بتحطهم اكثر شيء بيكونوا من البيج اندستري هلا في عندك كل اللوكل اللوكل الاصغر اكيد بالنتيجه في قتل هون عم نحكي حيوان يعني بالنتيجه بس حسب اصول معينه مثل تيروار مثل يعني في شيء مثل الناتشرال بيجربوا يضحكوا على العالم بيقولوا لك في شيء اسمه هيومين سلوتر يعني you are slaughtering humanely انه it's two okay. words contradictory مزبوط. يعني you cannot take a life of someone who doesn't want to die هلا ليك هلا في كمان كذا يعني بالنتيجه اذا واحد بيكون natural اذا بتطلع على الطبيعه naturally lions مش بس lions انه كل الحيوانات اصلا okay. انه بتعيش من بعد ما تاكل بعضها يعني انه هاي هي الناتشرال رح افرحح لك شغله جون اول شيء قلت بالوايلد اذا هيدا بدك تعرف انه more than 80% of animals are not carnivores, they are herbivores. Few are omnivores and the other few are carnivores. فبقى it's not true انه الحيوانات تاكل بعضها، دخلك البقرة بتاكل بقرة تانية؟ لا، هل البقرة بتاكل غير حيوان؟ لا، الدجاج بتاكل غير حيوان؟ لا، الخروف بياكل حيوان؟ لا، the pig ما بياكل، دونك الحيوانات ما بياكلوا حيوان لا بس انه تقول انه واحد يفكر انه بر الحيوانات تاكل بعضها مش مزبوط اغلبيه الحيوانات ما بتاكل بعضها اساسا الحيوانات اللي نحن بناكلها كمان ما بتاكل بعضها ديجا دونك بعدين اذا هول الحيوانات اللي you are mentioning them عم بياكلوا بعضها لانه they are pure carnivore and they are doing it for survival بينما نحن when we go and choose to eat meat it's not for survival purposes it's to satisfy our taste buds it has been proven تبين انه اكل اللحمه منه اجباري necessity لتعيش وتكون بصحه جيده ولا بل بالعكس تبين انه اكل اللحوم ومشتقات الحيوانيه هي السبب المباشر لكل الامراض نحن عنا مستشفى اذا بقول لك انه مش الاغلبيه كل انه كل المرضى يلي الاكثريه عم بيعانوا من 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 المرض اللي بيكون جاي من الاكل الحيواني يعني اذا بقول لك نمبر 1 كيلر هو هارت ديزيز
من الشريين اللي عم بتسكر. طب شو اللي بيسكر الشريين؟ الحمص. الحمص ما بحياته سكر شريين حدا. اما الطبوله اما المجدره شو اللي بيسكر الشريين؟ الاكل يلي بيكون محشي بكوليسترول, محشي بساتوريتد فات اند ترانس فاتي اسيد, نوت تو منشن الانتيبيوتيك, نوت تو منشن الهرمون وكل هالامور هيدي. دونك بس تاكل هالاكله يلي فيها كل هالانجريديان عم بتاكد لحالك انه عم بسكر شريينك. فبقى ما في عندي ولا مريض يلي عم بيعاني من فقر بروتين, اما ما في ولا مريض ميت من فقر بروتين انه هيدا عرفته كيف ميت حرام ميت فقر بروتين. لا عم تسمع هيدا ميت كانسير كولون, هيدا ميت كانسير بروستات, هيدا ميت كانسير. كيف صرت اكتيفيست انت؟ اكتيفيست لانه شفت الحقيقه. عم بسمع بحس هذا الحماس اللي هو ذاته كان من سنه يمكن اكثر كمان يمكن زاد هلا وعم تابعه كمان على السوشيال ميديا. نعم. من حب الطبيعة جون رح اقول لك شغله من كره الانسان اللي بيحب يقتل الحيوان. رح اجاوبك على شيء هيدا. من بعد كذا سنه اكتيفيزم اذا بدك, انا كنت مبلش بانه لا واحد لازم يحب الحيوان, انه اذا واحد بحب الحيوانات ما لازم يقتل. لا الفكره هي ما لها خصها بالمحبه ابدا. يعني انت جون مثلا فيك ما يكون عندك شيء له علاقه بالحيوانات, لا حتى بالبيتس حتى عم نحكي, ولا كلب ولا بسينه ولا شيء وتحبهم. لا فيك ما تحب الحيوانات, فيك ما يكون عندك علاقه. دونك ما قصت انه لازم تحب الحيوانات تروح فيجن. لا فيجن اتس سوشيال انجاستس موفمنت, معناتها اتس بينج اجينست انجاستس ان اني فورم. يعني لما اتس وين يو سي انجاستس دو يو ريكوجنايز ات. When I show لما خرجيك فيديو كيف عم بيموت هيدا هيدا انجستيس, هل عم تشوفك انجستيس او شايفها شيء عادي؟ نحن وصلنا لمرحلة انه بنعتبر انه واحد مين ما كان بده يكون فيجن, خاصة يلي ما بيحب الحيوانات يلي هو مع الحق. يعني انا ما بشوف شيء غلط, انا ضد الغلط مين ما كان يكون وشو ما كان يكون. اذا واحد عم يقتل بقرة او دجاجة او انسان, انا ضد القتل, انا ضد التعذيب البلا طعم, ضد انه واحد ياخذ سكينه ويقص رقبه مين ما كان بقره او دجاجه او انسان. دونك اتس جاستس موفمنت. هلا في ناس منهم فيجن بيحط دائما بيقولوا للفيجنز, انا اوقات بقرا وهيك ارتكلز او ماشي بقول له طيب انه اوكي بس انه كمان شو عم ينعمل لحتى يوقفوا يقتلوا الانسان مثلا, وبيضل بعده الانسان عم بيقتل خيو الانسان من بطريقه ليك. هلا انا فيني اقول لك شغله, لا بس انا جستيس مش يعني ما بت ما بتعطيك بيرميشن دو فير نوت ان جستيس دو دو. اذا بدنا نفوت اكثر بهالموضوع, انا شخصيا بامن انه لما من نحن وصغار اولادنا بنربيهم مش على ديسكريميشن, انه تعي يا ابني هيدي الكلب والبسينه رح تحبهم ونجيبهم على بيتنا ونغنجهم ونبوسهم. وشفتوا ليك لحدهم البقرة والدجاجة والخروف هولي يا ابني اللي بعد مش فاهمين شيء, هولي رح نقتلهم ونكلهم. شو بده يفهم؟ تيفهم في ديسكريميشن عم تنعمل. وانا بآمن انه اذا نحن وصغار نجي بنقلهم لأولادنا انه يا جماعة الحياة مقدسة ونحن ما عنا الحق ناخد حياة حدا, والقتل بحيلا نوع مش مبرر وممنوع. ممنوع تقتل انسان, ممنوع تقتل كلب, بسينة, دجاجة, خروف, معزية, بقرة. إذا بتربي هالجيل الجديد إنه فكرة القتل بوان غلط, we can probably expect a less violent world and interaction between human beings. Keep in mind إنه the FBI صرحوا إنه أغلبية ال criminals هن قبل ما يبلشوا قتلوا ناس كانوا animal abusers, كانوا يعني إنه فكرة القتل لقلهم مصلوحة بمحل ما. دونك وسعوا الإطار القتل للإنسان. عندي سؤال تاني, والشخص يلي هو أصلاً إذا بدك بطريقة أكله وبغذائه اللي أنا بركي شوي منهم, أنا مثلاً رحت على مطعم فيجن جربت أكل فيجن, هلأ أنا كثير صعب بأكلي وبالنتيجة طلعت ما بحب كثير أشياء أصلاً. بدك تعرف أنه أنا ما بأكل ولا تبول ولا حمص ولا كسر هذا, وكثير بي إذا بدك بطريقة أكلي في ما بأكل بروتين يعني الدجاج أما لحمة أما كذا. باي ذا واي الدجاج معود هيك. باي ذا واي بروتين مش معناتها دجاج ولحمة. مزبوط. مش بس من ما هيدي This is the misconception of الماركتينج اللي خلتك لما أسألك بروتين أول شغلة بتفكر فيها هي اللحمة, أو كالسيوم أول شيء بتفكر فيه. مزبوط. فيك تخدم بس إنه بس أقول لك بركي بس إنه من بوينت أوف فيو إنه صان, يعني بس بدي أقول كا كا كا
كحب للأكل المعين مثلا أنا بحس إذا مثلا ما خلصت نهاري أما أكلت شيء لحم ممكن أنه في شيء ناقص بركي بي 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 ليك جون بحقلك أكيد تفكر بهالطريقة إذا منك exposed مع الحقيقة إن كان ضرر على الحيوان أول شيء إن كان ضرر على صحتك تاني شيء وإن كان ضرر على البيئة تاني شيء يعني بس تاخذ هالمعلومات صرت مجبور تغير طريقة تفكيرك حتى بالنسبة لإلك رح تعمل شيفت من إنه هيدا كنت تعتبره أكل لشوي شوي رح تبطل تعتبر هيدا أكل it's not food anymore when it has لما يكون عنده هالقد negative impact حواليك لا بدك أنت تصير تغير طريقة تفكيرك تبي ليه عم يأثر أنت هالأكتيفيزم يلي أنت عم تعمله يعني من وراء هالصفحة من وراء حياتك من وراء أصحابك من وراء كذا خاصة كمان وقت اللي بتشوفه هون السؤال عن جد إنه بيطرح حاله وقت اليوم نحن عم نعمل أكتيفيزم معينة وأنا أكيد بأيد كل الأشياء اللي أنت قلتها by the way يعني كل الأشياء اللي أنت قلتها من أول لقائنا لهلا وقت اللي بتشوف إنه هالكوميونيتي مثلاً عم بحكي أنا بعطي إكزامبل لأنه حسب هي 20% أوكي وقت اللي عندك 80% بركي من الشعب أما من العالم أوكي رح يكمل يقتل ويكمل يعمل ويكمل هلا أكيد رح بعرف شو رح تجاوب بشي يعني نحن بدنا نوقف وهالفان بدها تصير 25 والفانسانك بدها تصير 30 وبدنا نزيد وبدنا نزيد بس وقت اللي بتعرف كمان إنه خاصة وقت اللي ما فيك تأثر على كل العالم والعالم رح يكملوا يقتلوا ويكملوا يأكلوا ويكملوا كذا بتكمل ليك جون انا صراحه بطريقه تفكيرك اكيد رح تقلي لا إيه؟ بس حقلك ليش رح اقول لك ليش ليش متجهين على عالم فيجن انا بعتبر انه اغلبيه اكلي اللحوم منن اشخاص عنفيه من الاساس الاغلبيه هلا في مينوريتي صغيره بقول لك لا انا بروح بقتل بايدي ما عندي بروبلم بس اغلبيه انا ماني فيجن بس ما بقتل ولا ولا دونك اغلبيه ناس مثلك دونك فولا بمشي بشوف حدا تحترم تحترم الحياه حتى حي بقول له لا مثلا عم بمشي بس قديش ابسورد انه تقول له لا ما تقتل حي وترجع بعد ساعه توقف وتاكله جامبون مثلا صندو جامبون دونك هون ترجع على سؤالك بما انه بعتبر انه اغلبيه اكلي اللحوم يلي كانوا مثلي ومثلك يعني انا كمان كنت اكل لحمه وما كنت اعتبر حالي انه انا زلمه عاطل او انا زلمه عنفي صح بس لما اخذت المعلومات I got exposed to the information لا صار عندي reaction صار مش reaction صار عندي موقف صار عندي انه يكون عندي موقف اخلاقي تجاه الانفورماسيون الجديده اللي شفتها يعني شفت فيديو عن تحضير الاكل اللي عم باكله اللي انا مبسوط فيه طب هل هالشيء بيتطابق مع اخليات ايه او لا هل هالشيء بيشبهنا ايه او لا فهون صار عندي مثل صرت على 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 مفترق طريق جون صرت يا مثلا بدي اقول لا يا جورج انا هالشيء ما بيشبهني بدي وقف ادعمه او stop supporting this او بدي اروح على اتجاه تاني بلش فكي على alternatives او مش alternatives على excuses انه لا يمكن تعرف شو الله محلل او اللاين بياكل الحيوانات او بروتين يمكن او نحن كنا عطول بيها بقوله زان ذس واي سو او لانه طيب او لانه طيب دونك عندك نوعين ناس شيء بيقول لك لا انا شيء ما بيشبعني بدي يكون عندي موقف اخلاقي تجاه الشيء او الناس الثانيين بيقولوا لك لا بدي لاقي انا جاستيفيكيشن تكمل اعمل شيء اللي عم بعمله لانه at the end it all comes out to taste لانه كجسمنا مش مضطر تاكل لحمة بالعكس الأمراض تجي لحمة it has been proven إنه WHO المنظمة العالمية للصحة they classified processed meat as group 1A carcinogenic same group بالعربي يعني إنه شو عملوا يعني سموها يعني مش سموها حطوها بنفس الإطار تبعي اللي هو أعلى كاتيجوري عن الكارسينوجينيك فود وهالأمور هيدا بيجيبوا كانسر بأعلى واحدة اللي هي 1A بنفس الكاتيجوري تبع الدخان أنت بارانتيز causes cancer وريد ميت اللي مش بروسيست ميت عم نحكي ريد ميت الستيك اللي دافع حقه دكة هيدا جروب 2A كارسينوجينيك probably causes cancer فبقى مش أنا عم بقوله ولا ليبانيز فيجنز عم بقوله منظمة عالمية للصحة عم بتقول لك انه هو الاكل بيسبب كانسر شو الارقام عالميا اذا اليوم بدنا نعمل مثل ستاتستكس يعني مثلا اليوم الفيجن قد ايه عم بيكونوا
كعم بحكي ليش ما عنا ما عنده ما عنا رقم اكزاكت بس فيك تعرف انه اذا بدك بس يعني ما بدي اعطيك رقم تما يكون اكيد بس انه فيني اقول لك انه لما عم تشوف انه مطاعم جديده عم تفتح بيورلي فيجنز لما عم تشوف انه مطاعم ما بحياتك كنت عم تفكر تو اوفر فيجن اوبشنز ذا اوفر معناتها في ديماند انه ما انتبه البزنسز ما عندهم عاطفه البزنسز بيشوفوا هيك انا بعد ثلاث دقائق لحتى انا كمان ما اذا فيك اشياء كنت حابب تقولها اكيد بس بدي اقول بدي اعزم الكل وبدي اعزمك حضرتك يا ريت فيك تكون معنا بكره باوبي دار حايك ساعة 4 عندنا ايفنت على سيدة الأردن اوكي بدي اقول لك هذا اوكي بحب كثير عفوا كثير بحب الاوتدور والطبيعه اكيد انتبه اذا بتحب الطبيعه لازم تكون فيجن لانه اكثر سبب للكلايمت تشينج هو انيمال اجريكلتشر يعني الدمج للبيئه اللي انت بتحبها وبتطلع تعمل هايكنج وبتستمتع بالطبيعه صح. لازم تعرف انه يلي عم بينزع الطبيعه يلي عم بيعلي الدجري تبعها يلي كل سنه عم بيعلى الحراره هيدي ناتجه واكبر سبب هو الانيمال اجريكلتشر دونك ان كان واحد فيمينيست ما يكون لازم يكون فيجن لانه عم بيصير في اكسبلويتيشن لل اذا كنت انفايرمنت الصفحات تبعكم لبنانيز فيجنز اون انستغرام اند اون فيسبوك تومورو بكره الساعه 4 بمستشفى الحايك في عندنا وان اوف ذا بيجست اكتيفست ان ذا وورلد اسمه ساب اليكس حب لبنان رح يقدم سبيتش عن الفيجنزم ورح تكون انتراكتيف توك معناتها انه مش بس هو رح يطلع ويحكي رح يحكي ويسال سؤالات ورح العالم تسال سؤالات نفس السؤالات اللي سالتيهم واكيد ماتش مور من بعد الكونفرنس في عندنا جاذرينج وين في عندنا many vegan businesses startups رح يكونوا موجودين معنا they gonna be offering vegan bites بلاش واكيد رح يبيعوا جارز اذا حدا بيحب دونك دعوه للكل مجانا it's all free الاتندنس للكونفرنس فري والجادرينج فري از ويل ونحن بنعمل بارت 3 قريبا انا بتمنى بنبسط معك اتس اولويز هيك تشالنجينج لا انا بدي اقول لك كمان تنهي انه انا حابب يكون بس عم ناضي لانه بكي انا كثير صعب الاكل وبالنتيجه بحب فكر شغله بطني هيك فكر بحسه فول بس فكر شغله is your taste more important than life itself مزبوط هي اذا بدي شغله انت جون بالحياه كلها اسم بالانس بحياه لشيء بتعملها بتزين فوق الكونت بكل شيء لما بتحط هالاثنين ساعتها انت القرار بيكون لك ماشي كثير جون احنا رح نرد الانتيل مثل ما بيقولوا اكيد رح نتابع برامجنا في 1 لبنان عبر اذاعه لبنان وملتقانا الجديد جمعه الجاي فكونوا معنا